نرحب بكم في هذه الحلقة التدريبية حول مرافق ومستلزمات الراحة والرفاهية والنظافة في مكان العمل. بالبداية نحب أن نتحدث عن المقصود بوسائل الرعاية والراحة في بيئة العمل. سوف نتكلم عن أنواع هذه المرافق ومتطلبات لهذه المرافق حتى تكون مناسبة للاستخدام من الناحية القانونية. كذلك سوف نناقش الحرارة والبرودة في بيئة العمل كإحدى متطلبات الراحة والرفاهية، وتحركات الأشخاص في بيئة العمل وما يصاحبها من متطلبات السلامة ومنع وقوع الحوادث. سوف نتطرق أيضا إلى متطلبات السلامة والحماية في مكانات العمل المرتفعة، ونتحدث أيضا عن القيادة والمركبات في مكانات العمل وكيفية توفير السلامة ومنع الحوادث بما يتعلق بهذا الجانب. أنواع متطلبات الراحة والرعاية في بيئة العمل. هنالك بعض المتطلبات العامة التي تشترك فيها تقريبا جميع أنواع مكانات العمل، سواء كانت مكتبية أو غير مكتبية. على سبيل المثال، دورات المياه، مرافق الغسل لليدين، وأحيانا الاستحمام إذا كان طبيعة العمل تتطلب ذلك، مياه الشرب النظيفة متوفرة بدرجة حرارة مناسبة وبكمية كافية، مكانات مناسبة لتناول الطعام. طبعا هذه المتطلبات هي تعتبر الحد الأدنى، قد تزيد بحسب طبيعة العمل، وسوف نناقش ذلك في الشرائح القادمة من هذا العرض. هناك احتياجات أخرى لا نستطيع أن نسميها مرافق، لكن هي احتياجات ضرورية إنسانية ضرورية للمتواجدون في مكان العمل من العمال بالدرجة الأولى، وكذلك المقاولون والزائرين والأشخاص الآخرين اللي ممكن أن يتواجدون في مكان العمل، مثل التهوية والتدفئة والإضاءة وغيرها من الاحتياجات. المرافق الصحية، عندما نتكلم عن الحمامات أو المرافق الصحية، هي من إحدى المتطلبات الأساسية التي لا غبار عليها. طبعا يجب أن تكون في مواقع سهلة الوصول بحيث تكون موزعة بشكل جيد في مكان العمل، فإذا كانت مكان العمل يمتد على مساحة واسعة، من غير المقبول أن تكون المرافق الصحية المراحيض والحمامات موجودة في مكان واحد فقط، يجب أن تكون متوزعة بحيث يكون سهل الوصول إليها بشكل يعني سهل. كذلك يجب أن تكون مفصولة للرجال والنساء قدر الإمكان إذا كان هنالك أعداد من الرجال وأعداد من النساء. إذا كان في محل ويعمل به رجل وامرأة فممكن أنه نستخدم حمام واحد فقط، لكن هذه تعتبر حالة استثنائية. في الحالات العامة يفضل أن يكون حمامات مفصولة للرجال والنساء وعليها علامة واضحة. أقفال متوفرة أكيد، النظافة، قابلية التنظيف السهلة، يعني أن تكون الأرضيات والجدران قابلة للغسل، ما مصنوعة من مواد مثلا خشبية تسمح بتسرب المياه والميكروبات وبالتالي تصبح وكر للجراثيم والعدوى وانتشار الأمراض، فيجب أن تكون قابلة للغسل والتعقيم. طبعا كذلك يجب أن تكون هنالك تهوية وإضاءة مناسبة والحفاظ على نظافتها وترتيبها بشكل مستمر. مرافق الغسل يجب أن تكون قريبة جدا من الحمامات والتوايلتس، ويجب أن تتوفر بها نفس المعايير من حيث قابلية التنظيف، من حيث أن تكون أعدادها كافية، المياه الجارية بدرجة حرارة مناسبة، توفير الصابون ومعدات أو طرق التنشيف النظيفة سواء كانت الهوائية أو المحارم اللي هي disposable قابلة للتبديل يعني. طبعا هذه مهمة أيضا جدا. المياه الباردة والساخنة في بعض المكانات في العالم تعتبر شيء أساسي جدا إذا كانت درجة الحرارة تتغير كثيرا بين الصيف والشتاء. في بعض أماكن العمل يحتاج الموظفون إلى الاستحمام أثناء دورية أو وردية عملهم، فبالتالي مثلا الإطفائيين أو الناس اللي يعملون في مثلا معامل صهر الحديد وغيره يتعرقون، يحتاجون أنه يغيرون ملابسهم ويستحمون. مرافق الاستحمام تنطبق عليها نفس معايير الحمامات والمغاسل بالضبط، من حيث أنه تكون فيها أبواب قابلة للقفل، إضاءة، تهوية، وتكون معزولة للرجال والنساء بشكل واضح إذا كان عندنا الجنسين يعملون في مكان العمل، وتكون أماكن تخزين وتبديل الملابس قريبة جدا من مكان الاستحمام طبعا منطقيا حتى يكون سهل الاستخدام.
مياه الشرب أيضا تعتبر من المتطلبات بالحد الأدنى اللي لازم يوفرها صاحب العمل، تكون نظيفة وكافية وبدرجة حرارة كافية مناسبة. طريقة الشرب تكون أما عن طريق الأقداح القابلة البلاستيكية القابلة للتدوير إعادة التدوير الصديقة للبيئة، أو أن تكون عن طريق الفاونتن أو النافورة اللي ممكن أن الشخص يشرب منها بدون ما يستخدم إيده لمنع التلوث. يجب أن يكون توزيع مياه الشرب في مكان العمل بحيث يسهل الوصول إلى أيضا وتكون كميته مناسبة، ويتم فحص نوعيته والفلاتر الموجودة به وغيرها بين فترة وأخرى. غرف وخزائن تغيير الملابس مثل ما قلنا متطلبات اللي موجودة فيها هي تكون فيها السيكوريتي، تكون فيها القفل، يكون فيها أماكن تخزين الملابس أيضا موجودة، وليس فقط التبديل، سهلة الاستخدام، الأرض ما تكون زلقة وتكون مفصولة للرجال والنساء. مرافق الاستراحة وتناول الطعام في الأماكن الكبيرة اللي بها أعداد كبيرة من الموظفين طبعا تكون هذه متطلب أساسي، يعني مثل الكانتين يسموه أو مكان أكل الطعام. مو لازم أن الشخص يجبر على شراء الطعام والشراب من الكافتيريا حتى يقدر يجلس بيها، المفروض يكون في مكان، إذا كان في كافتيريا لا بأس، لكن في مكان آخر الشخص ممكن ما يضطر أنه يشتري الطعام والشراب لكن يستطيع أن يجلس بطريقة مريحة ويتناول أكله خلال فترة البريك وطعامه. يفضل أن تكون فيها مكان لتسخين الأكل، تبريده، كذلك لتسخين الشاي أو المشروبات، يعني مياه الحارة أو الباردة كذلك. أحياناً بعض أماكن العمل ما فيها الإمكانية لتوفير هذه، ما فيها مساحة، أعداد الموظفين قليلة، لا بأس، لكن يجب أن يكون ممكن أن الشخص يتناول على نفس المكتب اللي هو يعمل به، يعني هذا ما يعتبر شيء مخالف للقانون بشرط أن يكون هنالك مساحة كافية ونظيفة له، لكن يفضل يكون مكان الأكل مفصول عن مكان العمل أكيد. طبعا لما يكون عندنا نساء في مكان العمل قانونا يجب أن نوفر مكان مناسب لراحة الحوامل والمرضعات وتسمح بالتمدد وبالخلوة، فهذا يعتبر من المتطلبات القانونية والإنسانية أيضا. ننتقل إلى الحرارة والبرودة في بيئة العمل واللي يسموها بالإنجليزي الإكستريم تمبرتشرز. هنا طبعا نتكلم عن الحرارة العالية جدا أو المنخفضة جدا، سواء كان الشخص يعمل داخل مكان العمل ويتعرض إلى حرارة أو برودة عالية، مثلا الأفران، أعمال الصناعات الغذائية وغيرها، صهر الحديد والمعادن بشكل عام والسباكة والحدادة، أو أن يكون الشخص يعمل أيضا في مكان بارد داخل مكان العمل مثل برادات اللحوم وغيرها في الصناعات الغذائية. بالحالتين هي يعمل اندور أو داخل مكان العمل لكن يتعرض إلى اكستريم تمبرتشر، الحرارة العالية أو الباردة، وأحيانا يكون بسبب الجو، فيكون الشخص يعمل في الخارج في الشتاء في بلد بارد فيتعرض إلى البرودة، أو العكس إذا كان في بلد حار. في كل الحالات قد تودي هذه درجات الحرارة العالية جدا أو المنخفضة جدا بحياة الشخص في الحالات الكبيرة جدا، فيجب أن أخذها بنظر الاعتبار. قد تبدأ بعدم الراحة، الشعور ببعض التعب، الدوار أو فقدان الوعي، وقد تنتهي إلى كارثة بالحقيقة. فيجب أنه ننتبه على الحرارة اللي يعمل بها الأشخاص، نوفر لهم الملابس المناسبة، المشروبات المناسبة، التدريب المناسب، نختار الشخص اللي يكون صحته تسمح بالعمل في هذه الأماكن، ونحاول أنه نقلل فترة التعرض. هنا نتكلم عن مثلا الاحتياطات اللي المناسبة للبيئة الحارة والباردة، إعادة ترتيب المهام بحيث يتمكن العامل من أخذ فترات راحة بحيث ما يعمل بفترة طويلة، الاختيار المسبق للعمال مثل ما قلنا على أساس فحوصات طبية بحيث يكون ما عندهم أمراض بالضغط أو بالقلب بحيث أنه تؤدي إلى إغماء مثل سرقتهم مفاجئ أو يتحسسون أكثر من هذا التطرف بدرجات الحرارة، استخدام ملابس مناسبة أنه تكون دافئة إذا كان في مكان بارد، أو تكون قطنية خفيفة تسمح بالتهوية إذا كان في مكان حار، وهذا يعتبر من الأشياء اللي يوفرها صاحب العمل ولا يطلب من العامل أنه يجيبها. مدى تعود العمال على البيئة اللي يعملون بها، شخص عايش في مكان أو في بلد أو في مدينة باردة أسهل عليه يتأقلم مع العمل في بيئة باردة من شخص عايش في مكان صحراوي، فنشوف الباك جراوند أو خلفية الشخص من وين جاي وإيش استعداده للتحمل، وكذلك تدريب العمال على الاحتياطات اللي وضعناها لحمايتهم وكيف يستخدموها، ونشرف أنه يستخدموها بطريقة صحيحة
نخبرهم ماذا يجب أن يقوموا به في حالة وجود علامات مبكرة على وقوع حادث أو إغماء لهم أو لزميل. الإسعافات الأولية ضرورية، التواصل مع المشرف بشكل سهل ضروري جدا. مثل ما قلت، نوعية الغذاء اللي نوفره للعمال في هذه الأماكن مهم جدا، هنا محوري يعتبر، لأنه يؤثر على استجابة جسمهم لهذه التغييرات في الحرارة. نتكلم عن تحركات الأشخاص في بيئة العمل اللي هو أثناء المشي والتنقل العادي. طبعا كثير من الناس يمكن ما يعتبرون هذا جانب يستحق التركيز عليه في عندما نتحدث عن السلامة، لكن في الواقع أغلب الحوادث أو أكثرها تكرارا في أماكن العمل هي الانزلاق والتعثر والدحرجة، فبالتالي أو السقوط من الأماكن العالية. فبالتالي رغم أنه قد لا تعتبر أغلبها حوادث خطرة، لكن تشكل إحصائيا العدد الأكبر أو النسبة الأكبر من الحوادث في بيئة العمل. قلنا هو يعني ممكن نلخصها على سيناريوهات مختلفة، مثلا الانزلاق، التعثر والسقوط على نفس الارتفاع على نفس السطح، السقوط من مكان مرتفع بس ما يكون مرتفع جدا، مثلا من الكرسي، من سلمتين في مكان العمل، الاصطدام مع المركبات المتحركة، الإصابة الناتجة من الأجسام المتحركة أو الطائرة أو الساقطة في مكان العمل، خاصة في مثلا مواقع الإنشاءات، أو الإصابة عند الاصطدام بالأجسام المتحركة أو الثابتة. ما هي العوامل المؤثرة على تكرار حدوث هذا النوع من الحوادث؟ أول شيء نوعية الأرضيات المستخدمة، سواء كانت زرقة جدا، خشنة جدا، أو تغيير نوعية السطح بدون سابق إنذار من الخشن إلى الأملس جدا أو العكس يؤدي إلى تعثر الشخص أو انزلاقه. السيطرة على التسربات الموجودة للسوائل في بيئة العمل، مثلا الزيوت، المياه وغيرها، طبعا تؤدي أكيد إلى الانزلاق. فعدم السيطرة على التسربات وتنظيفها فورا أو وضع علامات عند وجود تسرب قبل تنظيفه، هذه خطوات بسيطة لكنها مهمة جدا في تفادي هذه الحوادث. نوعية الأحذية اللي يستخدمها العمال، نتكلم هنا عن معدات الحماية الشخصية PPE. أحيانا يمكن يمنع استخدام الكعب العالي للنساء في بعض الأماكن إذا تطلب الأمر، يجب استخدام أحذية خاصة بالسلامة في مكانات معينة لتفادي هذا النوع من الحوادث. طبعا الأحوال البيئية تلعب دور مهم جدا بمنع الانزلاق والتعثر والسقوط، فمثلا وجود رياح قوية، وجود أمطار أو رطوبة أو غبار أو الثلج، تساقط الثلج أو الانجماد على السطح، كلها تؤدي إلى أما تأثير على الرؤية، تأثير على التوازن، أو تأثير على حالة السطح وبالتالي انزلاق أو سقوط الأشخاص. نتكلم الآن عن السقوط من الارتفاع، وهنا لا نتحدث عن العمل في الأماكن المرتفعة مثل مواقع الإنشاءات، سوف نفرد لها جزء خاص بها في التدريب آخر، لكن هنا نتكلم عن السقوط من المكانات المرتفعة في بيئة العمل مثلا المكتبية أو غيرها. فممكن أن تكون أثناء أداء العمل على ارتفاع على منصة مثلا مثل السلالم أو غيرها، يجب أنه إذا كان يعمل الشخص على مكان مرتفع أن تكون هنالك حماية عند الأطراف. أحيانا يتحتم استخدام السلم، إذا يعني السلم ما يكون أول خيار بالاستخدام، لكن إذا اضطرينا نستخدمه وهناك متطلبات خاصة لاستخدام السلم، يجب أن يكون العمل خفيف ولمدة قصيرة فقط وليس عمل لساعات وساعات. القيادة في مكان العمل طبعا ممكن أنه نشمل فيها الذهاب إلى مكان العمل ومغادرة مكان العمل إلى المنزل أو إلى مكان آخر لحضور اجتماع مثلا. يقدر عالميا بأن ثلث الحوادث في مكان العمل تكون أثناء قيادة المركبات، فبالتالي هي تشكل نسبة كبيرة من حوادث المرتبطة بمكان العمل. قلنا إذا شملنا الذهاب إلى العمل والرجوع من العمل، صيانة المركبات مهمة جدا في تقليل هذا النوع من الحوادث وأنواع المركبات اللي يستخدمها الأشخاص، وكذلك اختيار وتدريب السائقون بحيث يناسب المهمة اللي معطيها مناسبة لكفاءتهم ولقدراتهم ولطبيعتهم. عوامل الخطورة بالنسبة للسياقة طبعا تكون في مكان العمل، نلخصها بعدة نقاط. أول شيء مسافة الرحلة، ساعات السياقة اللي راح يسوقها الشخص، ممكن يكون شخصين مسافة طويلة، يكون شخصين أو ثلاثة، فكل واحد كم ساعة راح يسوق.
كم راح تكون حصته من هذه المسافة للرحلة. جداول العمل، جداول العمل تختلف عن ساعات العمل أو ساعات السياقة، فمثلا كانت في أول الصباح متأخر بالليل، كيف كان الشيفت سيستم أو نظام المناوبة، كم ارتاح الشخص قبل ما يبدأ بالسياقة، هذه تأثر جدا على تركيزه وعلى تقليل نسبة الحوادث. التوتر اللي ممكن يصيب الأشخاص بسبب الازدحام كلنا نعاني منه، لكن إذا كان الشخص يمر بطريق مليء بالتوترات فممكن يأثر على تركيزه وعليه بشكل عام وعلى سلامته. الأحوال الجوية أكيد لها دور كبير جدا في تقليل أو زيادة حوادث الطرق، والأهم من ذلك وهي مشكلة العصر، استخدام الهاتف المحمول أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية مثل جهاز تحديد المواقع وغيرها اللي تعمل بالقمر الصناعي، هذه تشكل تحدي كبير وتساعد السائق كثيرا، لكنها في نفس الوقت بالحقيقة تؤدي إلى تشتيت تركيزه واحتمال ترفع توتره إذا ما كان يعرف يستخدمها بشكل صح، تقوده إلى طريق خاطئ، أو ببساطة أنه ما يركز على المخاطر اللي أمامه فبالتالي يقع الحادث. بالنسبة لتقييم الخطورة للقيادة في مكان العمل، كيف نقيم خطورة إذا كان عندنا مهمة تتطلب التنقل أثناء العمل؟ أول شيء نشوف أكيد كفاءة السائق وتدريبه، الصحة واللياقة للسائق، مثل يعاني من مرض مزمن قد يؤدي إلى حدوث إغماء مفاجئ مثل أمراض السكري، إذا اختل مستوى السكر بالدم إيش راح نسوي؟ مناسب هذا الشخص أو ما مناسب؟ حالة النظر طبعا وغيرها من الأمراض الأخرى الشائعة، ملائمة المركبة للمهمة اللي يقوم بها الشخص من حيث قوة المركبة، من حيث الحمل إذا كان في حمل معين راح يأخذ السائق معه، عدد الأشخاص الموجودين، الطرق اللي راح يسلكها السائق، هل هي آمنة، هل فيها حاجز وسطي أم هي طرق ملتوية في الجبال وفيها خطورة كبيرة عند التجاوز، هل فيها إضاءة كافية إذا كانت الرحلة ليلية، جداول المواعيد اللي راح يقوم بها السائقون وهل ممكن إعادة جدولتها بحيث تكون في أوقات مناسبة وأكثر أماناً، التوقيت اللي راح يطلع به السائق، التوقيت اللي راح ياخذ فيه استراحة إذا كان سوف يتوقف، أين سيتوقف السائق ومتى سوف يكمل الرحلة، المسافة اللي يقطعها وحالة الجو، فهذه كلها إذا عرفناها وكان عندنا مرونة لتغييرها ممكن أن نتحكم بشكل كبير جدا بنسبة الخطر المرتبطة بالتنقل من وإلى مكان العمل وكذلك الرحلات المرتبطة بمهمات العمل. شكرا جزيلا على استماعكم وأتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة.